السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم معي جديد وفيديو جديد وصفتنا اليوم كما كتلاحظوا وصفة الكبة السورية اللي سبق لي عملتها معكم عديد من المرات في انستغرام واليوم على اليوتيوب قم معي نشوفوا المقادير وطريقة التحضير كما كتلاحظوا هي صراحة وصفة جد سهلة ما في شي تعقدات غنحتاج البرغل اللي سبق لي وشاركته معكم في ذاك المحل الجزار اللي هنا في اسبانيا كيبيع جميع انواع البرغول بل يعني غليط رقيق انا كنستعمل هذا رقيق وقت ديالو 2 اورو 50 الكيلو عندي هنا نص كيلو من اللحم مفروم اي الكفته وغنحتاج جوج البصلات واحده مع الحشوه وواحده اللي غنطحنها مع البرغل يعني جوج البصلات متوسطين ولا جوج صغار ولا يعني ثلاثه صغارين غنحتاج فلفل غابره التحميره يعني بالنسبه التوابل اللي غنعملو في الكفته في في الحشوه غنعملو في البرغل غنحتاج هنا الكمون اي الكيمون غنحتاج هنا التوابل المشكله اللي كنعملها في الكبسه بامكانكم تعملو واحد نص معلقه راس الحانوت اللي ما عندوش هاد التوابل هادي وغنستعمل شويه الفلفل الاسود اي الابزار كما كتلاحظوا معايا وغنحتاج الملح طبعا حسب الرغبه وحسب الذوق وتقريبا واحد ستة فصوص من التوم وهادو هما المكونات أول حاجة شنو كنعمل قبل ما نبدا نعمل كبة كنشبر البرغل وضروري كنفزقو في الماء مدة عشرين دقيقة تقريبا هانتوما غتشوفو معايا كيفاش فما كما آه كيما قلتكم هاد الوصفة عملتها معكم في انستغرام تقريبا أكثر من عشرة المرات دائما كنشارك الكبة لان كنعمله في العمل ديالي وما كتسهليش الفرصه لكم فيديو مفصل ودابا الحمد لله عملت فيديو مفصل غنعمل هنا هنايا غير جوج الكيسان كبارين تقريبا نص كيلو من البرغل جوج الكؤوس كبيره الكميه نتوما اللي كتحكموا فيها من بعد غنقول لكم في اخر الفيديو هاد الكميه شحال خرجت لي من حبه هذا هو البرغل كما كنوري لكم وريتكم كيفاش عامل لا في البلاستيكه ديالو كيفاش كيتباع وفي نفس الوقت كيفاش كيكون يعني في شكل السكسو وغنكب عليه واحد الكميه د الماء بارد ضروري نعملوا الماء يكون عالي عليه شويه تقريبا بواحد الصبيه يعني بواحد السنتيم نتوما كتلاحظوا ما تكثرولوش الماء كالملاحظه باش ما تجيكمش الكبه جاريه وخفيفه يعني عيب واحد السنتيم واحد الصبع من فوق كنخليوه تقريبا عشرين دقيقة حتى كيشربنا داك الما مزيان ومن بعد غنقوزو نوجدو الحشوة من بعد ما يعني البرغل ديالنا يشربنا داك الما كامل بالنسبة للحشوة جد سهلة كان روح المقلة فوق النار كنضيف شوية زيت المائدة ولا زيت الزيتون أنا دائما كنستعمل زيت الزيتون وغنضيف واحد البصلة مشلضة وغنشحر مزيان داك البصيلة حتى كدبل شوية مباشرة كنضيف عليها الكفتة أولا اللحم المفروم هي الطريقه واضحه ولكن الكميه غير محدوده تقدروا تعملوا حتى كيلو ديال الكفته ولا 4 كيلو على حسب اللي خصكم نتوما لان من بعد في اخر فيديو غنوري طريقة الطريقه الاحتفاظ ديالها في المجمد وتقدروا تجبدوها في اي وقت بغيتو غنعمل واحد نص كميه من كل التوابل اللي ذكرت تقريبا نص معلقه من الكيمون نص معلقه من التوابل المشكله ونص معلقه من الفلفل الاحمر الاسود اي الابزار ونص معلقه من التحميره اي البابريكا وغنضيف شويه ديال الملح كيبقى طبعا حسب الاختيار وحسب الذوق ديالكم غنخلي الحشوه مزيان حتى كطيب وتشحر مزيان بامكانكم تضيفوا جوز اي القرقع مقطع طريفات صغارين او لا الصنوبر كيبقى الاختيار لكم الصنوبر يعني ديك البينيا دي ستيتوا صافي الحشوه ديالنا جاهزه غنخليها تبرد ونجوز نكملوا البرغل ها نتوما لاحظتوا نشف مزيان مزيان ما بقاش فيه الماء غنضيف لواحد الكميه ديال الكفته تقريبا واحد 200 غرام وغنضيف جميع التوابل اللي ذكرت من قبل تقريبا واحد معلقه صغيره من كل نوع وغنضيف هنايا واحد البصله وداك الثوم اذا كنتو غطحنوه في الطرحانه دمولينكس او نادو ستريس تقدروا تخلطوا كلشي مع بعضيتو يعني داك الثوم والبصل مع البرغل وكطحنو انا لا انا غنشبر غنطحن البصل والثومه مع بعضيتهم عاد غنضيفهم على خليط البرغل بهذه الطريقه هذه صراحه هاد, الح... هاد الطريقه كتجي سهله انا دائما كيعجبني نطحن بهاد الماكينه ديال اليد كتجيني هي اللي قريبه على يدي و... وخفيفه وسهله كنعجز نجبد هذاك الغرف ولكن بالنسبه باش تخلطوا البرغل مع داك التوابل ومع داك الثوم والبصله اللي عنده العجانه اللي كنعملوا فيها الخبز حتى هي بامكانكم تعجنوا بها هاد العجينه ديال البرغل كنحاول مزيان طحن مزيان باش كتندمج ديك العناصر مع بعضياتها الثوم مع البصله مع الليقامه باش كنحصلوا على واحد العجينه متماسكه صافي انتما كتلاحظوا من بعد ما طحنت كل شيء دابا غنحاول نعجن بيدي بهذه الطريقه هذه كنحاول نعجن بيدي وباش كل شيء كيندمج مع بعضيته فصراحه دابا المطبخ الخليجي او المطبخ السوري بقى كيدخل المغرب بزاف الاخوات رجعوا كيعجبوهم هاد الوصفات وكيكونوا دائما مطلوبه بالاخص هاد الكبه هادي صراحه الثمن ديالها هنا شويه طالع تقريبا واحد جوج الا حتى ل 50 للحبه صافي من بعد ما قلت لكم تقدروا تعملوا بحال هادي كنوريها لكم تعجنوا بها البرغل يعني من بعد ما طحنوا البصل والثومه تقدروا تخلطوا فيها البرغل غير في الخلاط هذاك مهم دابا نقول ان شاء الله طريقه التشكيل طبعا غنعملو شويه د الماء فواحد الطويصه اللي دائما خصنا نفزقو الصبيع ديالنا بالماء غنشبر روح القويره كما كتلاحظوا الحجم نتوما كتحكموا فيه واحد نشبر واحد القويره, القويرة بهذه الطريقه هذه وكنشبر روح الاصبع وكنبقى نضغط و وكن يعني كنفتح الوسط ديالها وانا كنضغط مزيان بهذه الطريقه هذه نحاول نرقق العجين باش ما تجينيش يعني غير عجينة ديال البرغل الحشوه قليله ومن بعد مساعدة عادات شوية الماء كنشد للطقم ديالها وكنبقى نشكل كبة بهذه الطريقة هذه بالنسبة للاختلاف اللي كاين بين الكبة السورية أو الخليجية مع التركية التركية كيعملوا فيها مركز الطماطم باش كتجي لهم هذه كإشارة نفس القياس نفس المقادير غير هما كيزيدوا مركز الطماطم أي صلصة مطيشة باش كتجي لهم حمراء ما كتجيش هكذا مهم كم نشكل بهذه الطريقه هذه فانا هذا الفيديو حاولت ما نجرحش باش نوريكم طريقه التشكيل ديالك سهله وبسيطه تقدر في الاول ما تخرجش معكم ولكن بشويه بشويه حتى ان شاء الله تخرج معكم كما كنت انا اول مره تعلمت لها ما كنتش كتخرج معايا ديك القبه ولكن بعد صافي الانسان كتلاقي يدو ان شاء الله تخرج معاكم معوضه انا يعني معاكم واحده تانية يعني هذا الشيء كنشرحه للمبتدئات طبعا فبالنسبه اللي كيعرف يعملها كيكون صافي متعود عليها كنسيس يدي بشويه يد ديال الماء وكنعملو في الوسط وديك الاصابع ديال اليد اخر كنبقى نضغط باش ديك العجين ما كتقطع ليش صافي تحاول تضغطوا عليها باش كدرقوها شويه يعني انا عملت لكم هذه الطريقه للمحترفات والمحترفين اللي كيعملوها في اشهر المطاعم والصراحة كان وراها لي واحد الأخ سوري كانت عنده هنا الشاورما ورالي لي الطريقة بزاف الناس كيشبرو غير العجينة بحال لي شي غريبية مع وكيكوروها وصافي ولكن هاد الطريقة لي بالأصبع وكتبقاو تضغطو عليها طريقة المحترفين كنعمل الحشوة في الوسط وكنشد ومن بعد كنشكل شكل كبة او لا علاش سموها كبة او لا كبة لان كل واحد كيف كينطقها بحال السوريين واللبنانيين كيعيطوا لها الكبة ولا الكوبة كل واحد كيفاش كينطقها لان كتعطينا داك الشكل كبة الصوف اذا عقلتوا عليها المهم كنحاول يعني نعوضها مزيان ودات شفتوا مثلا تفتحات معكم العجين عيقوزوا يدكم بشويه د الماء وكترجع كما هي صافي فهذه هي الطريقه ديالها طريقة صراحة سهلة ولكن إن شاء الله مع الاستمرارية ومع يعني تسنسو غتخرج لكم هي هذيك عندي واحد سينية هنا مدهونة بشوية الزيت كنوري لكم باش كنعملها فوق منها لأن كندخل المجمد من بعد عنو لكم طريقة الاحتفاظ ديالها كنعمل كل حبة بحبة في المجمد على شكل كروكيطات مثلا ملي كنعملو كروكيطات ديال البطاطا أو أولا الحوت كنعملوهم هيدا باش مكيديوناش المكان في المجمد ملي كيتجمدو كنجمعوهم كي فواحد الكيس غذائي عمل معكم واحدة الثالثة ما سخيتش بكم <applause> خصني نوري لكم زعما الطريقه بمرحله بمرحله عاد ان شاء الله نقوزو المرحله المتتاليه صافي هذا هو الشكل ديالها كنخويوها من الداخل مزيان كنضغطو بهذا الشكل هذا غنشب روحي معلقه صغيره وكنعمروا الحشوه ديالنا بهذه الطريقه دائما بمساعده شويه الماء في الاصابع ونضغطو ديك الماء كيساعد يعني كت العجينه كتجمع بحال اللي كنلبسوها صافي وكنحصلوا على شكل كيبه هات بهذه الطريقه هذه بشويه بشويه كنحاولوا نعملوا نخرجوا له داك البيق من هنا ومن هنا من جميع الجوانب وصافي ها الكبه ديالنا واجده كنتمنى شرحت هاد هاد الطريقه مزيان وتكون وصلتكم ان شاء الله غنكمل جميع القياس اللي عندي ونتلقاو فصافي من بعد ما كملتها كامله ها نتوما كتلاحظوا كيفاش كتبقى دابا غنخليها في نفس الصينيه وعند اهل المجمد حتى كتجمد مزيان عاد غنخرجها ونقول لكم الطريقه ديالها كيفاش كنخبعها في المجمد من بعد ما جمدت لي الكبه ديالنا ها نتوما كتلاحظوا هذا القياس هذا خرج لي 40 حبه يعني جوج د لامبات كبارين من البرغل ونص كيلو من الكفته او نص كيلو ديال اللحم المفروم غتخرج لكم 40 حبه فصافي كنعملها في واحد الاكياس غذائيه كما كتلاحظوا دابا هي مجمده ما, مجمد ما تخافوش تلصق في بعضيتها كنشدو مزيان كيكونوا محكمات الاغلاق وكنحتفظوا بها في المجمد والساعه اللي بغينا كنجبدوها وكنقليوها صراحه كنصحكم تعملوها البيوت ديالكم لان كما قلت لكم شحال من الاخوات كيشهاوها اسبانيا في الريستورانت المطاعم كبرى الثمن ديالها باهظ دي يعني ولا مشيتو تاكلو في وسط المطعم كيطلب لكم 3 د الحبه ولكن الا مشيتو تشريو هكذا في شي مطاح اورو خمسين غنخليت هاد الجوج هادو ما جمدتهمش باش نقليهم معكم مباشره لان في الساعه ما نحتاجها كامله لانها عندي كوموند من السيده فقلت غير واحد جوج الحبات معكم باش تشوفو كيفاش كتجي الطريقه ديالهم كيفاش كيجو كي من الداخل طبعا كنعملو الزيت يكون حمام زيت ساخن وملي كان يسخن الزيت كنقصو شويه باش ما كتحرقش مع برا وتبقى من داخل خضره حاولوا ما امكن تسخنوا الزيت ومن بعد نقصوا درجه الحراره ومن بعد كتحمرنا من الجوانب بهذا الشكل هذا هذه هذه يعني طريه ما عملتهاش في المجمد خليتهم على على جنب حتى قليتها معكم مباشرة باش تشوفوا القوام ديالها النهائي ملي كنقليوها ضروري كنعملوا واحد الورق يعني ديال المطبخ باش كيسوف داك الزيت وهالكبه ديالنا واجده ما شاء الله كتجي لذيذه بزاف ورائعه وسهله احسن ما تشريوها من الزنقه ب مره فكنتمنى ان شاء الله الفيديو ديالي اليوم ينال استحسانكم ويعجبكم واللي كيشاهدني لاول مره كنتمنى ان شاء الله يضغط على الجرس الاحمر باش يشترك معايا في القناه واللي مشارك ديجا كنتمنى يفعل الجرس للمره الثانيه باش كيوصلكم دائما الجديد من مطبخ اكرام العالمي كما كنقول لكم دائما احبكم في الله جميعا السلام عليكم